باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا كنا بنتكلم في العظة على الجبل على فكرة العظة على الجبل طلعت لكم الكتاب الأولاني لغاية آخر ليضئ نوركم قدام الناس. وصلنا لغاية الآيات الخاصة بسمعتم أنه قيل. السيد المسيح بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمد يكون مستوجب نار جهنم إلى آخره. هنا عايز أقول لكم شوية حاجات. أول شيء قول السيد المسيح سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم يدل على سلطان المسيح في التشريع، سلطانه في أن يضع الشريعة والناموس الإلهي، ولا يستطيع أحد أن يغير ناموس الله إلا الله نفسه. دي أول نقطة لازم ناخد بالنا منها. ولذلك السيد المسيح في العظة على الجبل كان يتكلم بسلطان، سلطان واضع الشريعة. دي أول نقطة. تاني نقطة، سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. في الواقع إن الناس سمعوا كلمة لا تقتل في الوصايا العشر من غير ما يفهموا يعني ايه كلمة لا تقتل. موجودة الوصية في خروج إصحاح 20 وفي تثنية إصحاح 5. ربما كانوا فاكرين لا تقتل يعني مجرد القتل المادي، واحد ينهي حياة إنسان وخلص عليه. لكن السيد المسيح عارف ان كلمة لا تقتل ليها معاني كتيرة جدا. هقول لكم شوية معاني بسيطة في كلمة لا تقتل. يعني مثلا الإجهاض قتل الجنين في بطن أمه، وده قتل. يا ما ناس بيجهضوا سيدات، أطباء بيشتركوا في الجريمة وأمهات بيشتركوا في الجريمة، وجايز في ناس تانيين بيشتركوا فيها. التدخين قتل للنفس، بس قتل تدريجي برواقة كده، أو قتل جزئي. قتل إيه؟ جزئي. واحد بيقتل نفسه تدريجيا أو بيقتل جزءا من نفسه. والمخدرات والمسكرات تخش في جريمة لا تقتل، بس قتل جزئي. في إنسان بيقتل قيمته الاجتماعية حينما يسكر ويترمي على الأرض، وفي إنسان بيقتل بعض أعضاء في جسده قتلا جزئيا بالمخدرات وبالسكر. في قتل معنوي زي إنسان يشهر بواحد ويتكلم عليه بالسوق ويقتل سمعته. في قتل لقوة الشخصية زي أب قاسي ما يخليش ابنه له قيمة، بيقتل شخصيته. دي غلط دي غلط دي غلط دي غلط لغاية لما يضيع الوقت.
فيه قتل بطريقة سلبية، زي إنسان يمتنع عن إغاثة واحد، ويكون الواحد ده هيموت وده سيئ. فيه قتل بالمسؤولية، اشتراك في قتل، زي واحد يكون عنده سواق متهور فيصدم إنسان يضيعه، برضه مشترك في المسؤولية. أو عنده عربية تلفانة يخرج بيها تصدم واحد، يبقى مشترك في المسؤولية. أو واحد حفر بئرا ولم يغطيها فسقط فيها واحد، مشترك في المسؤولية. أو واحد ساب جهاز بوتاجاز تلفان تعب ناس، مشترك في المسؤولية. وفيه قتل للأعصاب، واحد تنرفزه لما تحطم أعصابه وتقول له أنا ما عملتش حاجة، جريمة لا تقتل ما دخلتش فيها. لا، دخلت. أنت لازم لما تقتل على واحد ما تسيبوش فيه نفس، ما بتقتل أعصابه، تنرفزه، يجي له ضغط دم، يجي له تعب في الأعصاب. ده ساعات واحد ينرفز واحد يقع قصاده. فيه قتل للروح وليس للجسد فقط، ويخش في جريمة لا تقتل، زي العثرات والإغراءات التي تقتل روح إنسان، زي البدع والهرطقات التي تقتل إيمان إنسان وتضيع أبديته، مدخلة في جريمة لا تقتل، زي أحكام الحرمان الظالمة التي تصدر من بعض رجال الكهنوت ظلما، داخلة في جريمة لا تقتل، زي إهمال الرعاية بالنسبة للرعاة، فبيسيبوا الناس يضيعوا ويبقى اشتركوا في المسؤولية، لأن ربنا بيقول لهؤلاء الرعاة العبارة الخطيرة اللي في سفر حزقيال: ومن يدك أطلب دمه. الإنسان ده يموت بخطيته، ومن يدك أطلب دمه. يعني إيه أطلب دمه؟ يعني أنت قتلته، قتلته بعدم الرعاية، بعدم الوعظ، بعدم التعليم، سبته لما يضيع وقلت ما وقعتش في لا تقتل، وقعت في الوصية دي. زي إهمال تربية الأولاد بالنسبة للوالدين، يسيبوا الولد يضيع روحيا ويهلك، ربنا يطالبهم بدمه. وأيضا التربية الخاطئة، التربية الإيه؟ الخاطئة، زي أب يقول أنا عايز ابني يطلع راجل قوي الشخصية ويعلمه أن يكون عدوانيا عشان فكره يطلع قوي الشخصية، بيهلك روحه، بيقتله. أو أم عايزة بنتها تطلع مدردحة أزيد من اللزوم فتعلمها الدردحة، مش عارف هيترجموا الدردحة دي بإيه، لكن يعني برضه داخلة في حكاية لا تقتل. أو زي إنسان بينتحر بالجسد فيقتل نفسه، أو ينتحر روحيا بالخطية، اسمه بيقتل نفسه بالخطية. على أي الحالات كلمة لا تقتل لها معاني كتيرة، وما نقدرش نقول سمعتم أنه لا تقتل يعني بس تذبح واحد. لكن بقى المسيح دخل
في شرح لا تقتل من جهة الخطوة الأولى للقتل اللي هي الغضب. وفي العزة على الجبل السيد المسيح اتكلم كتير عن الخطوة الأولى. الخطوة الأولى للقتل هي الغضب، والخطوة الأولى للزنا هي النظرة مع الشهوة، فمنع الخطوة الأولى. ويمكن تتتبعوا دي في وصايا كتير. لكن نلاحظ هنا ان السيد المسيح لما بيتكلم عن الغضب بيقول من يغضب على اخيه باطلا. من يغضب باطلا، وفي ترجمة باطلا في بعض الترجمات يقول لك بلا سبب، يعني بلا سبب ملزم أو بلا سبب يدعو إلى هذا. ليه بقى؟ لأن ليس كل غضب خطية، ليس كل غضب خطية، فهناك غضب مقدس. والكتاب يحكي لنا غضب الله وغضب القديسين. نسمع إن الله غضب على خطايا العالم فأغرقوا بالطوفان أيام نوح، وغضب على قورح وداثان وأبيرام وسمح الأرض تفتح فيها وتبتلعهم. وإحنا في المزمور بنقول يا رب لا تبكتني بغضبك، وفي صلواتنا بنقول ارفع غضبك عني. والمسيح غضب لما وجد بيت الله قد داسوا كرامته وأصبح كمغارة لصوص، فطرد الباعة من الهيكل وطهر الهيكل. وبطرس الرسول غضب على حنانيا وسفيرة لما كذبوا على الروح القدس وأعطاهم عقوبة وماتوا. وبولس الرسول غضب على بار يشوع الساحر، وبطرس الرسول غضب على سيمون الساحر لما أراد أن يقتني عطية الروح القدس بالفلوس، فده غضب سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. موسى النبي غضب لما وجد الشعب بيعبدوا عجل ذهبي وكسر العجل وزراه ورماه وعمله هزه رغم وداعة موسى. ده بيقال ان كان الرجل موسى حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض، لكن وجد سبب لابد ياخد فيه موقف. نحميا ايضا غضب لما وجد العظماء يعطون الفقراء بالربا، قال لهم لا انتم بتظلموا الفقراء، وخلاهم يرجعوا الفلوس. وعالي الكاهن ربنا عاقبه لأنه لم يغضب على أولاده لما أخطأوا. شوفوا الكلام، لما ما غضبش على أولاده كما ينبغي ربنا عاقبه وأزال الكهنوت من نسله إلى الأبد.
وسمح بأنه يموت. وبولس الرسول غضب من جهة خاطئ كورنثوس، موجودة في كورنثوس الأولى 5، وأمر الشعب أن يغضبوا معه على هذا الخاطئ، ووقع عليه عقوبة، وقال يسلم للشيطان لإهلاك الجسد لتخلص الروح في يوم الرب. لكن عايزين نقول هنا ملاحظة، إن الغضب لأسباب مقدسة وليس لأسباب شخصية، وليس لأسباب شخصية. يعني مرة واحد سأل أحد القديسين قال له يعني إيه من يغضب باطلا على أخيه باطلا؟ قال له إن كان الغضب من أجل الله لا يكون غضبا باطلا، من أجل العقيدة، من أجل الإيمان السليم ما يبقاش غضب باطل. لكن إذا كان الغضب من أجل أغراض شخصية، من أجل أغراض شخصية أو من أجل أمور مادية، يبقى غضب باطل. ليه؟ لأنه لأسباب باطلة. هذه الفرق. طب وإيه تاني؟ نقطة تانية، إن فيه فرق بين الغضب والنرفزة. لما نقول الله غضب ما تنرفز، لأن الله روح، والنرفزة دي خاصة بالجسد. كلمة نرفز يعني أعصاب، يعني أعصاب التهبت. وطبعا دي ما تتكلمش عن ربنا أبدا. إذن الغضب بالنسبة لله معناها عدم رضا الله، قداسة الله ترفض هذا الأمر. الغضب بالنسبة لربنا عدم الرضا من ناحية، والعقوبة من ناحية أخرى. عدم رضا وعقوبة، مش نرفزة أعصاب. وإيه تاني؟ وغضب الله لا يدوم إلى الأبد. يعني لا يستمر على طول. فأول ما الإنسان يتوب توبة حقيقية وخلاص، إذا ما تبشي يبقى تحت غضب الله. بيقول الكتاب في رمية 1:18، غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. وعن يوم الدينونة بيقول قد جاء يوم غضبه، وبيقول كأس غضبه في رؤيا 6 ورؤيا 14. بيقول قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ حاجة تاني في غضب الله، إن الله بطيء الغضب، وتجد آيات كثيرة في الكتاب عن بطء الغضب. يعني ما يغضبش بسرعة. شوف، ما يغضبش بسرعة، أدي واحد. ما يغضبش إلى الأبد، يستمر على طول، أدي اثنين. ما يغضبش غضب جزدان اللي هو النرفزة، أدي ثلاثة. والغضب مقدس من أجل الإيمان وأمور روحية، أدي أربعة. لكن في غضب إنساني اللي هو السيد المسيح هاجمه، الغضب الإنساني اللي فيه النرفزة
وفقدان وأخطاء أخرى هتكلم عليها. واللي غضب لأمور مادية أو عالمية، شوفوا في رسالة معلمنا يعقوب، يعقوب 1:20 بيقول: ليكن كل إنسان مسرعا إلى الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. مبطئا في الغضب لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله، غضب الإنسان لا يصنع بر الله. يا ريت تحفظوا الآية دي تنفعكم كلما تغضب، غضب الإنسان لا يصنع بر الله. وفي أمثال 29:22 بيقول: الرجل الغضوب كثير المعاصي. الرجل الغضوب كثير المعاصي، يعني يقع في خطايا كتير هنشرحها إن شاء الله. وفي الجامعة 7:9 بيقول: لا تسرع بروحك إلى الغضب، لا تسرع بروحك إلى الغضب، لأن الغضب يستقر في حضن الجهال. الغضب يستقر في حضن الجهال ليه؟ هنشرحها برضه. وأبونا يعقوب أب الآباء زعل من غضب شمعون ولاوي ابنيه، فقال إيه؟ ملعون غضبهما فإنه شديد، وسخطهما فإنه قاسي. لعن الغضب والسخط اللي عندهم في تكوين 49:46. وفي سفر الأمثال 22:24 بيقول: لا تستصحب غضوبا ومع رجل ساخط لا تجي. يعني ما تمشيش مع واحد عنده غضب، أحسن يتكهرب، يكهربك معاه، يشتعل يشعللك معاه. هذا أمنا القديسة رفقة قالت لابنها يعقوب لما غضب عليه أخوه عيسو، قالت له: ابتعد، روح عند خالك لبان وامكث هناك إلى أن يرتد غضب أخيك، إلى أن يرتد غضب أخيك. يعني لا تواجه الغضب، سيب، ابعد. المشكلة أن واحد يقابل الغضب بغضب ونار بنار والحكاية تشعل. إن لقيت واحد غضبان ابعد. الآباء قالوا كلاما لطيفا عن الغضب، قالوا إيه؟ ماري إغريس، يسموه قديس إيفاغريوس، ماري إغريس قال: ربنا وضع فينا القوة الغضبية لكي تكون موجهة إلى الشياطين وأعمالهم. ده الوضع الطبيعي، القوة الغضبية موجهة ضد الشياطين وأعمالهم وليس ضد الناس. الشيطان بمكره يجعل الغضب نوجهه للناس ويبقى خرجنا عن الوضع الطبيعي. ده مش وضع طبيعي. قال إن الغضب موجه للشياطين وللصراع ضد رغبات النفس الخاطئة. الصراع ضد رغبات النفس الخاطئة، لما توجه القوة الغضبية فيك إنك تغضب على أخطائك، تغضب على إغراءات الشياطين، يبقى بتتوجه طبيعي. لكن لأخوك الإنسان ما بقتش مظبوط. وفي بستان الرهبان
أعطونا ثلاث درجات، ثلاث درجات كويسة. بيقول إيه؟ الذي يخاصمه أخوه أو يتعبه يعني ولا يحزن في قلبه فهذا قد تشبه بالملائكة. يعني واحد يضايق وانت لا تحزن في قلبك تبقى تتشبه بالملائكة، دي واحد. نمرة اتنين، قال فإن تضايق منه، ان تضايق ايه منه ورجع بسرعة وصالحه فدي تبقى صفة المجاهدين. صفة الايه؟ مجاهدين. واحد بيجاهد جهاد روحي. اما اذا حزن من اخيه واحزنه يبقى خضع للشيطان. فانت من انهي درجة بدون؟ ما بتحزنش خالص ولا بتحزن وتصالح ولا بتحزن وتحزن وتخش في صراعات؟ كل واحد يشوف درجته ايه. القديس الانبا اغاثن قال ولو اقام الغضوب امواتا فما هو مقبول عند الله ولا يقبل اليه احد من الناس. ماري إسحاق بيقول الذي يصوم فمه عن الغذاء ولا يصوم قلبه عن الغضب والحقد فصومه باطل. كأنه ما صامش. وبيقول صلاة الحقود كبذار وقع على صخر، يعني مش جايبة نتيجة. وقال إن الغضوب يستثمر من صلاته ما يستثمره الزارع في البحر من الحصاد. زي واحد بيرمي بزاره جوه البحر كده يطلع له حصاد إيه؟ أهو كمان اللي بيصلي وقلبه غضب. وماري إفرام السرياني بيقول ان الغضب هو الم، الم للنفس يعني لا استحياء فيه ولا خجل. يعني نفس تعبانه بلا خجل ولا استحياء. والقديس إغريغوريوس اسقف نيسوس بيعمل تشبيه بين الشخص الغضوب المتنرفز وبين المصروع من الشياطين، بيقول زي بعض وشه وملامحه وحركاته وسرعته الى اخره. هنا واحب ان اقول لكم قاعده هامه، وهي ان الغضب خطية مكشوفة ومنفرة ومركبة. تاني، خطية مكشوفة ومنفرة ومركبة. وإن شاء الله هنشوف هذه الخطية المركبة على الأقل مركبة من 20 خطية، عدوهم معاي. خطية مكشوفة لأنها مش مدارية، مش مستخبية. يعني في خطايا في الفكر الناس مش حاسين بيها، في خطايا في القلب الناس مش حاسين بيها، لكن خطية الغضب مكشوفة مفضوحة، اللي قال عليها ماري إفرام إنها بلا استحياء ولا خجل. يعني زي واحد بيطلع الوساخة اللي في قلبه من غير ما يتكسف منه.
في الحدة الشدة العصبية، الصوت، الملامح، الأعصاب مكشوفة على الآخر. ولذلك خطية الغضب خطية معثرة، يعني عثرة للآخرين. دي تاني حاجة، عثرة للشخص الذي تغضب عليه أو تغضب منه، وعثرة لكل من يشاهد ويرى ويسمع. يقول لك دول بتوع ربنا بيتنرفزوا بيهيجوا بيثوروا. نقطة تانية كمان، خطية الغضب فيها عدم مغفرة. ولو غفرت مالها تغضب ليه؟ فيها عدم مغفرة. والمسيح بيقول اغفروا يغفر لكم، إن لم تغفروا للناس زلتهم لا يمكن يغفر ليكم أبوكم السماوي زلتكم. هذه حاجة تاني في الغضب. ولذلك الغضب أيضا هو ثورة تنشد أو تسعى إلى الانتقام. ليه الإنسان بيغضب؟ يريد أن ينتقم لحقوقه أو ينتقم لكرامته، بينتقم لنفسه. والكتاب بيقول لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، يعني ادلوا مكان يتصرف منه، يتسرسب منه، يمشي. فخطية الغضب معاها خطية انتقام وثورة وتمسك بالحقوق وتمسك بالكرامة. خطية الغضب أيضا معها خطية قساوة قلب. الناس الطيبين ما بيتنرفزوش، لكن اللي بيثور وبيضج فيه قسوة. ولذلك عيسو لما غضب على يعقوب قال أقوم وأقتل يعقوب أخي. أقوم وأقتل إيه؟ يعقوب أخي. فيها انتقام وفيها قسوة. لما داود النبي غضب على نابال الكرملي لأن ما ادالوش أكل هو وجنوده، قال يفعل بي الله ويزيد، إن بقي لنابال للصباح باقي البحار مش هخلي له حاجة. وجنوده قال له يلا هات انت هو يلا قوم، وكل واحد سحب سلاحه وقام. فيها قسوة وفيها انتقام وفيها اهتمام بالحقوق والكرامة. أيضا الغضب يحمل أردت أو إن لم ترد فيه شيء من البغضة الكراهية. ليه؟ لأن بيقول لك المحبة تحتمل كل شيء. وبيقول لك حبيبك ابلع لك الزلط ما دام ما قدرتش تبلع، يبقى المحبة مش كاملة. الغضب أيضا ضد الوداعة، ضد الوداعة. الإنسان الوديع الحليم ما بيغضبش. منين ما بيغضب يبقى مش وديع. والغضب أيضا ضد فضيلة اللطف،
ضد فضيلة ايه؟ اللطف. فاللي بيغضب ويتنرفز مش لطيف. وطبعا يبقى ضد ثمار الروح القدس، لأن الوداعة واللطف من ثمار الروح القدس اللي موجودة في غلاطية 5:22. وأيضا ضد المحبة وضد الفرح وضد السلام، ما هو هيبقى ضد الروح، ثمار الروح القدس على طول. مش بنقول من ثمار الروح القدس محبة وفرح وسلام ومنهم وداعة ولطف، هيبقى الغضب هنا قاعد يطير ثمار الروح، ثمار الروح اللي في الإنسان واحدة واحدة كده يخلص عليه. والغضب أيضا ضد التواضع، الغضب أيضا إيه؟ ضد التواضع. القديس دوروثيوس قال الإنسان المتواضع لا يغضب أحدا ولا يغضب من أحد. منين ما حد يزعله يقول دي من أجل خطاياي؟ دي إيه؟ من أجل خطاياي. وأيضا الإنسان المتواضع يلوم نفسه باستمرار ولا يلوم غيره، يقول الحق علي وأنا الغلطان فدي. لكن اللي بيغضب بيقول أنا غلطان، يبقى أيضا الغضب هيقع في خطيتين اتنين تانيين. شوفوه، يقع في خطية إدانة الآخرين فيحكم على غيره، ويقع في خطية تبرير الذات. ما دام أنا صح وغيري غلط يبقى فيه تبرير ذات ومدح للذات وفيه إدانة للآخرين، خطيتين ماشيين جنب بعض بيسندوا بعض في سكة جهنم. وطبعا هو بيدين الآخرين مش بس بيدين بهداوة، ده بيدينهم وهو ثائر عليهم بعنف. وطبعا خطية الغضب فيها خطية عنف برضو، دخل العنف فيه، العنف والعدوان، قول زي ما انت عايز. ما للغضب يعني ايه؟ لو ما هوش عنيف ما يغضبش، ولو ما هوش عدواني ما يغضبش. أقصد برضو عن النرفزة. وطبعا فيها خطية المجد الباطل، انه بيبرر نفسه وراجل صاحب حق وغيره، ولد في الخطايا بجملته. واحيانا، احيانا مش في كل مرة، احيانا بيكون الغضب فيه ظلم، وده الكلام اللي قاله المسيح، غضب باطل ملهوش سبب يعني. وخصوصا إذا كان إنسان بيغضب لمجرد السماع، لمجرد السماع دون أن يحقق ودون أن يدقق ودون أن يبحث الكلام ده حصل ولا ما حصلش. زي أب في البيت يخش مراته تقول له العيال عملوا عملوا، يروح نازل فيهم هبد ورزق من غير ما يقول لهم عملتوا ايه، وجايز بعدين يشوف لا ما عملوش حاجة. مش كل الأمهات كده. أو واحد يزعل مراته علشان أمه اللي هي حمات مراته قالت له البنت عملت وسوت، يروح زعلان منها وبعدين يكتشف انها ما عملتش حاجة. لا عملت ولا سوت، اللي سوت هي أمه، هي اللي سوت.
وهذا يحدث، الظلم يحدث لما الإنسان بيغضب بسرعة، بيغضب بسرعة. عشان كده الكتاب بيقول لا تكن مسرعا إلى الغضب، ما تغضبش بسرعة، وبيقول لا تسرع بروحك إلى الغضب، فإن الغضب يستقر في حضن الجهال. وده تورينا أن خطية الغضب معها خطية الجهل أيضا، الجهالة. إن شخص الغضوب ساعات يبقى إنسان جاهل. ليه الغضوب إنسان جاهل؟ لأنه الغضوب إنسان جاهل لأنه جاهل بمصيره الأبدي، وجاهل بنتيجة الغضب، ايه اللي هيجره عليه الغضب من مشاكل. ما جايز غضب يجيب له مشاكل ما يعرفش يحلها. يا ما في غضب بيودي محاكم، ده جايز انسان في ساعة غضب يضيع وظيفته، يضيع ترقيته، يضيع بيته، يضيع مراته. فعلا جاهل، جاهل بنتائج الغضب وجاهل بأبديته. ولذلك خطية الغضب خطية مدمرة، مدمرة. إنسان بيدمر نفسه لأن ساعة غضبه حتى صحته بيدمرها. شوفوا هو غضبان بيدمر أعصابه، بيدمر حتى بيجيله ضغط دم، بيدمر نفسيته، بيدمر اللي قصاده. خطية مدمرة. وجايز لما يجي يصلحها ما يعرفش، وإن صلح غضبه هو وهدي جايز ما يقدرش يهدئ الطرف الآخر. خطية الغضب أحيانا تصحب بالشتيمة والإهانة. ناس كتير أثناء غضبهم بيشتموا وبيهينوا، خصوصا إذا صار لا يتحكم في نفسه. وفي غضبه لا يقيم وزنا لكرامة أخيه، يعني ما بيهموش كرامة أخوه دي تطلع إيه. وعشان مصحوبة بشتيمة وإهانة، المسيح قال من قال رقى ومن قال يا أحمق، يعني معناه في غضبه بيشتم. وخطايا الغضب في كثير من الأحيان تكون مصحوبة بخطايا لسان، يعني في خطايا قلب من جوه، وخطايا أعصاب في الجسد، وخطايا لسان. وطبعا خطايا اللسان تتوقف على حدة الغضب ودرجته. كل ما حدته تزيد كل ما لسانه يقع فيه سقطات ما يقدرش يعدها بعدين. والغضب إذا ترسب في القلب يتحول إلى حقد، إلى غيظ، إلى كراهية، إلى سموم روحية جوه القلب. علشان كده الكتاب بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم. احسن يبات الغضب في قلبك ما تعرفش يولد ايه. خطيه الغضب ليست خطيه عاقرا، دي ولا بتحدد نسل، حتى خطيه تولد كتير كتير كتير. خطيه زي الارانب ما تعرفش ولادها قد ايه.
خطية الغضب أيضا فيها خطية عدم احتمال، عدم احتمال وضيق صدر. ما نقدرش نقول ان الغضب باله طويل ابدا، ما عندوش طولة بال ابدا، بل ان الغضب يشهد على نفسه انه انسان ضعيف. ليه بقى؟ الرسول لما بيتكلم عن الاحتمال بيقول اطلب اليكم ايها الاقوياء ان تحتملوا ضعف الضعفاء. فالشخص اللي بيحتمل هو القوي، واللي بيثور هو الضعيف. يعني ده يحتاج لعلاج لأعصاب. إنسان مريض عايز علاج لأعصاب. وجايز الغضب يتحول إلى خصومة وإلى معارك، والناس يشاهدوها ويتعبوا منها، وده يحجز من هنا وده يحجز من هنا، وجايز تصل للمحاكم وتصل إلى القضايا. وياما في خطية غضب انتقلت من البيت إلى المحكمة. أمال بتوع المحاكم دول ما غضبوش، أمال راح المحكمة ليه؟ وخطية الغضب أيضا كما إن الإنسان بيقع في خطايا بيوقع اللي قصاده في خطايا. يعني أنت هتغضب على الواحد والواحد ده ما بيتحركش، ما بيتأثرش، ما بيحسش، فأنت بتغضب بتهيبه بتوقعه في غضب، يبقى وقعته في غضب ربنا يطلب دمه منك، لأن خطية ضد الآخرين مش إهانة ليه بس، ده توقيعه في خطية. وخطية الغضب باستمرار معها تهور واندفاع، ولذلك الإنسان الرزين غير المتهور غير المندفع ما بيغضبش بسرعة، ماسك أعصابه كده بقوة. وأحيانا في حالة التهور والاندفاع الغضوب يصدر قرارات، قرارات قررنا ما هو أدي، 1 2 3 4، زي داود النبي في حالة غضبه من نبال أصدر قرار. نبال ده لا يبقى له لحد الصبح أي حاجة، هنخلص عليه. قرارات جات أبي جايل ألغت له القرارات دي شوية، وقالت له اعقل يا داود شوية، ده أنت نبي الله ورجل كبير. والقرارات دي ضد نفسه وضد غيره، ضد نفسه إيه وضد غيره. وخطية الغضب أيضا خطية اجتماعية بيفقد فيها الإنسان علاقاته الاجتماعية، بيفقد فيها الإنسان علاقاته الاجتماعية. يعني مش بس خطية روحية، خطية أيضا اجتماعية. أظن كفاية الخطايا دول ولا نكمل؟ خايف أكمل أحسن تغضبه. ولذلك لكل هذا قال سليمان الحكيم في سفر الأمثال، قال الحجر ثقيل والرمل ثقيل وغضب الجاهل أثقل منهما. بعد كل ده
اللي احنا قلناه دول ازيد من 20 خطيه. يجي الواحد يعترف ويقول غضبت كده، يلفها في ورقه سلفان ومجرد غضبت يا ابونا، وابونا يقول له الله يحلك يا ابني، ويخرج من عند ابونا وبراءه الاطفال في عينيه. ما عملش حاجه ابدا، مجرد غضب. يعني يجيب العشرين خمسة وعشرين خطية دول ويلفهم في كلمة واحدة بس، غضبت يا ابونا. ما تغضبش يا حبيبي تاني مرة. عشان كده إذا غضب فصصها، حللها واتكلم بالتفاصيل، مش بس في اعترافك قصاد ابونا، بينك وبين نفسك لما تحاسب نفسك تقول أنا وقعت في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. وأيضا الإنسان الغضوب يفقد صورته الإلهية. مش ممكن واحد يشوفك في حالة الغضب والنرفزة وانت مكشف ومبوز وعينيك بتطق شرار وبقك بيطلع حاجات وكل ده، وقول دي صورة الله. أبدا أبدا، في حالة النرفزة بتفقد صورتك الإلهية. أظن كفاية على كده. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا في العظة على الجدر. بيقول سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، ومن قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع، ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فأترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. المسيح بيقول لا سمعتم أنه قيل لا تقتل، لكن الخطية مش مجرد القتل الفعلي، ممكن تكون قتل الأعصاب عن طريق الغضب وإهانة الشخص، وإحنا اتكلمنا على الغضب المرة اللي فاتت، وممكن تكون عن طريق الألفاظ. كلمة رقى وكلمة يا أحمد. كلمة رقى اختلف البعض في تفسيرها، فقيل إن رقى كلمة سريانية أو أرامية بمعنى فارغ أو باطل، يعني زي واحد يقول للتاني أنت رجل فارغ. وقيل إن كلمة رقى هي أقل إهانة لفظية ممكنة، حتى لو كانت بطريق صوت من غير لفظ، كما ذكر القديس أغسطينوس في كتابه العظة عن الجبل. أقل عبارة فيها إهانة. أحمق يبقى كلمة كبيرة، وخصوصا إذا كانت تعيير للإنسان، فكل إنسان خلقه الله بمستوى معين من الذكاء، فأنت لما بتشتمه من أجل عقليته هو ذنبه إيه في عقليته؟ اتولد كده، كأنك بتعير خالقه كما ورد في الكتاب أيضا. ولذلك في رسالة معلمنا يعقوب
يقول عن اللسان به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقوا على صورة الله. فأنت مش بتلعن شخص عادي بالشتيمة، بتلعن إنسان خلق على صورة الله. فإن كان واحد عقليته ضعيفة، طب هو مسكين ذنبه إن عقليته ضعيفة. زي واحد شكله وحش تشتمه عشان شكله، هو ذنبه إيه؟ هو لو طايم شكله يبقى كويس، يبقى مبسوط، لكن ما لقوش ذنب في شكله. أو إنك أنت تزعل واحد وتشتمه لأنه تخين أو رفيع، هو ذنبه إيه إنه طلع تخين أو طلع رفيع؟ يعني ساعات شتيمة الإنسان من أجل شكله، من أجل عقليته، من أجل مواهبه، بتشتم واحد في شيء لا ذنب له فيه، اتولد كده، فكأنك بتعير الله خالقه. عشان كده قال من قال يا أحمق يكون مستحق لنار جهنم. إذا كان كده لازم الواحد يخلي باله كويس قوي من الألفاظ التي يلفظها. فلا تظن إن الواحد يروح جهنم من أجل الخطايا الكبيرة خالص، لا، من أجل لفظة زي كده. ولذلك معلمنا القديس باسيليوس الكبير قال ماذا أستفيد لو عملت كل البر ثم قلت لأخي يا أحمق وبها أذهب إلى جهنم، كما ورد في قول الرب في الأزعال الجبل. هذا الكلام يرينا إنه ينبغي أن نحترس في ألفاظنا، نحترس في الألفاظ، لأن الشتايم ممكن تودي جهنم. شوفوا الكتاب بيقول إيه في كورنثوس الأولى 5:11، بيقول إن كان أحد مدعوا أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطه ولا تؤكله مثل هذا. حط كلمة شتام جنب عابد وثن في كورنثوس الأولى 5:11، وفي كورنثوس الأولى 6:10 بيقول أم لا تضلوا، لا زناه ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون إلى آخره، ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. يعني الشتامين ما يخشوش ملكوت ربنا، زيهم زي عبدة الوثن وزي الفاسقين والظالمين زي الكل. دي أدي خطورة الشتايم اللي بيقع فيها الناس. شوفوا كم شتيمة الواحد يقولها في اليوم، وبيقول لا شتامون، لا شتامون يدخلون ملكوت الله. وبعدين ربنا بيقول ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، لكن الذي يخرج من الفم ينجس الإنسان. والشتايم بتخرج من الفم تنجس الإنسان، يعني أيضا الشتيمة خطية نجاسة. من قال لأخيه رقى ومن قال يا أحمق يبقى بينجس لسانه. وأيضا نجاسة اللسان بالشتيمة خارجة من نجاسة القلب، لأن بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. من القلب الشتام تنبع الشتيمة للسان الشتام. الرجل الصالح
من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فاكر زمان لما ابتدينا شغل في الدير كان في فلاحين وهم بيسوقوا البهيمة بيسوقوا الحمار يقولوا له شوية كلام غير لائق، يعني ما تفتكرش ما تشتم بهيمة أو حمار بالشتيمة برضو اشتيمة وبرضو ما تدخلش الملكوت. فكنا نعودهم لما يحبوا يضربوا الحمار يضربوا البهيمة عشان يمشوها يقولوا لها كلمة لطيفة، يقولوا لها ايه كلمة لطيفة، يقول لها امشي يا مبروكة، هو حد يكون واحدة تكون اسمها مبروكة هنا ولا حاجة. إن كانت الشتيمة صعبة بالنسبة لأي شخص عادي إنه يستحق المجمع أو غيره، فبالذات بالنسبة للأب والأم عقوبتها صعبة جدا. ولذلك في شريعة العهد القديم كان يقول من شتم أبا أو أما موتا يموت، يعني ما يشتم شخص عادي يحاكم أمام المجمع، لكن من شتم أبا أو أما موتا يموت كان ياخدوه ويرجموه. فالكتاب بيقول لنا إن إحنا ما نشتمش حد. الشتيمة فيها عدم محبة، دي خطيئة، والشتيمة فيها عدم احترام للآخرين، وفيها اعتداء على إنسانيتهم وتحقير لشخصياتهم، وكل دي خطايا. والشتيمة أيضا فيها نجاسة لسان ونجاسة قلب، كل دي خطايا. والشتيمة أيضا فيها عدم محبة وفيها قسوة. ولذلك قيل في كورنثوس الأولى 15 إن المحبة لا تقبح، لا تقبح، مش بس الشتيمة باللسان ده حتى بالفكر، حتى بالفكر، يعني لما تشتم واحد في فكرك اسمها شتيمة بس بالفكر، خطية فكر. وفيها نفس الخطايا التانية اللي قلناها ما عدا اللسان يعني. ولهذا ينبغي إن الإنسان يكون قلبه نقيا من جهة الآخرين حتى لا تخرج منه ألفاظ وحشة. وبيقول أيضا المحبة لا تظن السوء، فجايز الشتيمة ظن سوء من عارف. والشتيمة إذا كانت في غيبة الإنسان يسموها خطية الغيبة، يقول لك فلان اغتاب فلانا، اغتاب فلانا يعني شتمه في غيبته أو تكلم عنه بالسوء في غيبته. وإن كانت الشتيمة مش في محلها يعتبر فيها خطية ظلم أيضا، إنك بتظلمه وبتنسب إليه السوء وأيضا تشيع عليه المذمة. وربما يصدق الناس ما تقوله ويمشوا بنفس الفكر ويبقى أعثرتهم، ويبقى الشتيمة فيها خطية عثر للآخرين للذين يسمعونها، سواء صدقوا وأخذوا الفكرة السيئة أو ما صدقوش وياخدوا فكرة سيئة عنك أنت، يعني إما يصدقوا وياخدوا فكرة سيئة عن الشخص، لا إما ما يصدقوش وياخدوا فكرة سيئة عنك أنت
وتبقى أعثرت السامعين وظلمت المعتدى عليه وجرحته وأهنته. في بعض القديسين سئلوا سؤال في بستان الرهبان، ايه الفرق بين النميمة والإدانة؟ فالنميمة بتتكلم شر عن إنسان والإدانة بتتكلم شر، بس الفرق إن قالوا إن الإدانة الواحد بياخد فيها صفة دائمة لاصقة بالشخص. يعني فرق بين إنك تقول فلان كذب دي خطيئة، وفلان كذاب يعني معجون بالكذب، كل ما فيه كذب دي الصفة واخد حياته كلها. فلان كان قاسي في التصرف ده دي صفة تصرف جايز فردي، لكن لما تقول فلان فيه صفة القسوة بصفة عامة يبقى أخدت حياته كلها. يبقى كأن الشتيمة فيه شتيمة وفيه غيبة وفيه نميمة وفيه إدانة، الأربع حاجات دول. القديسون كانوا يحتملون الشتيمة كما قال بولس نشتم فنبارك، وكما قيل عن السيد المسيح شتم أما هو فلم يشتم. في ملاحظة بسيطة عايز أقولها لكم في حكاية الشتيمة دي، وهي الشتيمة بلفظ ما فيهوش شتيمة، معلش هفسر، الشتيمة بلفظ ما فيهوش شتيمة لكن فيه قصد الشتيمة. إزاي؟ في قصة المولود أعمى لما دافع عن المسيح بيقول الكتاب في يوحنا 9 فشتموه قائلين أنت تلميذ ذاك، شتموه قائلين إيه؟ أنت تلميذ ذاك. طب أنت تلميذ ذاك في حد ذاته مش شتيمة، لكن هم بيقصدوا شتيمة. فإذا كان في نيتك قصد الشتيمة ولو الألفاظ في حد ذاته مش شتيمة تعتبر شتيمة، تعتبر إيه؟ شتيمة. زي واحد يشتم واحد بعكس الكلام، يعني يقول كلامه الكلام كله تخريف فيقول له ايه النباهة دي، هو طبعا يقصد ايه الحماقة دي لكن جايبها بنوع من التأليس. جايز البعض بياخدها بضحك، فلما بتقال بضحك ربما تمر، لكن إذا كان القصد شتيمة تبقى شتيمة. هنا وأذكر ملاحظة واحدة، وهي يستثنى من الكلام الذي قلناه التوبيخ الصادر من صاحب سلطان، التوبيخ الصادر من صاحب سلطان ولو كانت لفظ شديد، لكن مدام زي ما بولس قال لتلميذه تيموساوس قال له عز وبخ انتهر، فمن حقه أن يوبخ، ما تعتبرش شتيمة، يعتبر تقرير حالة. زي ما قلت لكم في فرق بين الإدانة وخطية الإدانة. فمثلا السيد المسيح قال للكتبة والفريسيين قال لهم أيها القادة العميان، وفعلا هم قادة عميان، فده نوع من التوبيخ. تقول لي والإدانة، أقول ومن حقه أن يدين لأن له سلطان الإدانة، لكن الذي ليس له سلطان فبأي حق بيدين؟ وهنا ما تبقى الشتيمة وإنما تبقى توبيخ وتبقى انتهار، وهناك من لهم سلطان التوبيخ والانتهار كالآباء الجسديين والآباء الروحيين وكل من هو صاحب سلطة ويتكلم في حدود سلطته، أو من هو في منصب القضاء ويتكلم في حدود وظيفته.
هنا بيقول ايه؟ من قال لأخيه رقى ومن قال يا أحمق. بيفرق بين أنواع من الخطايا: القتل، الشتيمة بكلمة رقى، الشتيمة بكلمة أحمق، وينوع العقوبات تبعا لذلك. إذن الخطية تختلف في درجاتها وتختلف في عقوباتها حسب كل نوع، زي ما بيقول يجازي كل واحد حسب أعماله. فشتيمة خفيفة لها عقوبة، شتيمة أصعب لها عقوبة أصعب، قتل له عقوبة أصعب، خطية فكر لها عقوبة، خطية جسد لها عقوبة، خطية قلب لها عقوبة، كل واحدة على حسب الدرجة بتاعتها. عايزين نقول الباقي، بيقول يكون مستوجب المجمع، يكون مستوجب الحكم. زمان كان في قضاة على أبواب المدينة وبيحكم، وفيه مجمع كبير وبيحكم، فالخطايا الصغيرة أو الأحكام الصغيرة للصغيرين والأحكام الكبيرة للكبار بتختلف من واحد لواحد، زي درجات المحاكم ما هي بتختلف. بيقول فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. صدقوني أنا تأثرت جدا من عبارة وهناك تذكرت. يعني إيه؟ يعني في واحد بيجرح واحد وبتمر، وبيهين واحد وبتمر، وبيتكلم في حق واحد وبتمر، وبيخون واحد وبتمر، ومش في باله أبدا. وبعدين يجي هنا يقول إيه؟ قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت. في مواضع معينة مقدسة إذا الواحد وقف فيها يبتدي يتذكر بقى، جايز ما يكونش فاكر قبليه، لكن في الوقت ده يفتكر، في الوقت ده يفتكر. ولذلك إنسان ماشي في الخطية بيلخبط زي ما هو عايز، وبعدين يجي اقترب من المذبح من الذبيحة يبص يلاقي هناك تذكرت، يفتكر إنه عمل وعمل، يقول مش قادر أرجع تاني وأصلي. هيبة المواضع المقدسة بتجعل الإنسان يفتكر هناك تذكرت. تلاقي إنسان ماشي في الخطية وفي يوم من الأيام يزور دير، يزور كنيسة أثرية، يزور القدس، يزور موضع من المواضع الطاهرة، يقف فيه يلاقي كل خطاياه وقفت أمامه، هناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك. وفي أيام معينة الواحد بيتذكر فيها ما يكونش فاكر قبل كده، أيام معينة، إما أيام خاصة بيه هو أو أيام عامة، زي مثلا يجي في رأس السنة يفتكر هناك تذكر، يجي في أسبوع الآلام يفتكر هناك تذكر، يجي في يوم الاعتراف يفتكر هناك تذكر. يا ما خطايا بتمر علينا ما بنحسش بيها، ما بنفتكرهاش، لغاية لما يجي وقت معين نقول ايه؟ وهناك تذكر. اخوات يوسف حصل انهم ظلموا يوسف ورموه في بير وباعوه وكذبوا على ابوهم وخدعوا ابوهم زي ما يكون،
ولا حاسين بالموضوع. واول ما اتزنقوا واتمسك في الاشوله بتاعتهم الكاس بتاع الوزير المصري العظيم، هناك تذكرت وقف يهوذا ووقف اخواته ويقولوا الله تذكر اثم عبيده، ده ذنب اخونا، ذنب اخونا اللي صرخ الينا واسترحمنا ولم نرحمه. ابتدى مش بس تذكر، ده ربنا نفسه افتكر، الرب وجد اسم عبيده افتكر له. هناك تذكرت مواقف كده معينة، الواحد يلاقي ذاكرته اتفتحت وضميره ابتدى يوبخه ويقول هناك تذكرت. حدث ان الراهب مقار ان هو بقى ابو معار الكبير اتهم ظلما، اتهمته فتاة اتهام ظلم، وجم مسكوه وقالوا له انت عملت وسويت، فسكت وقبل التهمة في سكوت وقال كد يا مقارة بقالك زوج وبقيت لك اولاد وهو مظلوم يعني. وبعدين الست ولا همها، فضلت ماشيه ومش همها، المهم نجت صاحبها. واول ما تعثرت بيها الولاده وتعبت وقعدت كم يوم مش قادره، قالت هناك تذكرت، قالت لهم انا ظلمت الرجل الفلاني المتوحد في الحته الفلانيه، اعتذروا له عشان اقدر امر من الموضوع. هناك تذكرت. كويس ان الواحد يتذكر، ما هو قبل كده ما كانش متذكر، يعني واحد شتم واحد ولا همه، واتريق على واحد ولا همه، وظلم واحد ولا همه، ونسي نادر عليه ولا همه، ولخبط كل انواع اللخبطات ولا همه. وبعدين تيجي مناسبه يقف فيها يقول وهناك تذكرت ان ظلمت فلان، تذكرت ان انا ظلمت فلان. فياريت تجيلك المناسبات اللي تقول فيها هناك تذكرت، يا ما قلت ويا ما عملت ويا ما سويت. هيبة الاماكن المقدسة وهيبة الايام المقدسة وهيبة الظروف الضاغطة. يعني انسان يرتكب خطية ومش همه، يجي له مرض يضغط عليه يقول هناك تذكرت، يجي مرض لحد من قرايبه ولا حادثه يقول هناك تذكرت، يتظلم ظلم اصعب من اللي ظلمه للاخرين يقول هناك تذكرت. وهو بيقول وما من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى باظلمه. هناك تذكرت، كانت الساعة اللي الواحد يفتكر فيها. بيقول إذا قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت، ساعة القربان وتقديمه بيتذكر وساعة المذبح بيتذكر، تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، هو ماسك عليك حاجة، هو ماسك عليك حاجة عملت فيه وعملت وعملت. بيقول لك اترك قربانك على المذبح وهناك ايه، واذهب اصطلح اولا مع اخيك. ليه بقى؟ لان الله لا يريد القربان بقدر ما يريد قلب وروح مقدم القربان. عشان كده في سفر أشعياء النبي رفض الله هذه القرابين المقدمة من قلوب خاطئة، كما ورد في سفر الأمثال قال ذبيحة الأشرار مكرهة للرب. المهم مش في الذبيحة،
المهم في القلب اللي بيقدم الذبيحة ده جنسه ايه. ياما ذبائح بتقدم، ياما صلوات بتقدم، لكن المهم في ايه؟ في القلب اللي بيقدم الذبيحة. عشان كده قال صلح قلبك في الأول وبعدين فكر في الذبيحة. الله على فم إشعياء النبي بيقول لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب. فإشعياء إصحاح واحد ابتداء من آية 11 اللي بيكتبوا ياخدوا بالهم، لماذا لي كثرت ذبائحكم يقول الرب واتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات إلى آخره، حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرهة لي. بخور مكرهة ليه؟ دي في ذبيحة اسمها ذبيحة البخور، وفي مذبح اسمه مذبح البخور، والبخور قيل عنه إنه قدس أقداس. لكن إذا كان القلب من جوه مش مظبوط، واحد ظالم واحد، واحد تعب واحد، واحد عامل ومسوي بخور، يقول له لا البخور مكرهة لي. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل لست أطيق الإثم والاعتكاف، رؤوس شهوركم وأعيادكم أبغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها. كلام صعب. كل اللي بتعملوه من مناسبات روحية، الاحتفال برؤوس الشهور بالأعياد، صارت علي ثقلا مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. ليه؟ أيديكم ملآنة دما. في خطية موجودة، طلعها يقبل ربنا الذبيحة، طهر قلبك منها يقبل ربنا صلواتك. تقول له صليت لك يا رب كتير وكتير وكتير والصلاة ما جابتش النتيجة، انت ما بتسمعش يا رب، فين وعودك؟ يقول لك لا، هناك خطية رابطة. خلي بالك، اذهب اولا واصطلح مع اخيك. بيقول وهناك تذكرت ان لاخيك شيئا عليك. طب دي نعمة من ربنا، ده من اجل ذهاب هذا الشخص الى المذبح نعمة ربنا خلته يفتكر، لان كان ممكن يروح وما يفتكرش برضه. وهو قايل لما قدم قربان كان فاكر ان في قلبه شيء ضد اخيه، ده لانه ما تذكرش ربنا ابتدى يذكره وقال له خلي بالك في خطيه رابطه. وهناك تذكرت ان لاخيك شيء عليك. طب تعمل ايه؟ تقدم القربان واخيك له شيء عليك؟ لا، بيقول لك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك. اترك قربانك، مش المهم في القربان، المهم في القلب النقي. علشان كده احنا بنصلي صلاة الصلح قبل ما بنبتدي في قداس القديسين. تقول وإذا ما افتكرتش إن أخي له شيء علي، ده هو اللي تعبني. أقول لك مسألة ضمير، مسألة إيه؟ ضمير. كل ما الإنسان يرق قلبه وكل ما يستنير ضميره يستطيع أن يحكم حكما سليما ولو ضد نفسه. وسعيد هو الإنسان الذي يلوم نفسه ولا يلوم غيره. لذلك إذا تقدمت إلى المذبح وأنت في روح الاتضاع وفي روح الانسحاق
بروح الاتضاع والانسحاق سوف تتذكر أن لأخيك شيئا عليك. إن كنت ظلمت ترد، بيقول ده زكى، بيقول إن كنت ظلمت أحد في شيء أرد أربع أضعاف، على الأقل رد الظلم بس. إن كنت اتكلمت عليه كلمة بطالة تصلح الكلام. إن كان عليك دين توفي دينك. إن كان في خطية توب عنها. اترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك. بعض المفسرين بياخدوا المذبح يعني المذبح، يعني سر الإفخارستية المقدس، التناول من أسرار المقدسة، والبعض بيتوسع في التفسير من جهة كل صلاة تقدم كذبيحة لله. اذهب أولا، يعني ما تنتظرش لما أخيك يجي لك، لا، أنت تاخد المبادرة وأنت اللي تبتدي. ودايما اللي بيبتدي يبقى هو الكسبان. جايز واحد يقول طب ما أنا أروح وما فيش فايدة. لا، إذا رحت بروح الاتضاع يبقى فيه فايدة. في إنسان يذهب إلى أخيه ويعاتبه ويقول له أنت غلطت وأنت سويت وأنت عملت، وفي واحد يذهب إلى أخيه ويقول له أنا غلطان وأنا غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، وفي واحد ياخد الصورة الشكلية وواحد ياخد الأسلوب العملي. الصورة الشكلية زي واحد يقول له ليك عندي أكتر من أخطيت، أخطيت يا أخي، عايز مني إيه تاني، ويشعر بكبرياء قلبه إنه مش مقتنع من جوه. وفي إنسان يشعر في أعماقه إنه أخطأ فيروح لأخوه وفعلا يقول أنا غلطت في كذا وفي كذا وفي كذا، فما يحتملش الآخر أن يسمع هذا الكلام. اذهب أولا اصطلح مع أخيك، اذهب راضيه واصلح. مش المقصود بيها ترك العبادة يعني تترك قربانك، لا، تترك الطريقة الخاطئة التي تقدم بها القربان وتصطلح مع أخيك. أما ليه بنقرأ صلاة الصلح وبنصلي صلاة الصلح قبل بداية القداس؟ قبل أن يرفع الإبرسفريم وقبل أن يقول الكاهن أين هي عقولكم، فلنشكر الرب. ولكن ساعات كتير من الكهنة بدل ما يصطلح مع أخيه يجي أثناء القداس ويغسل إيده بشوية مية وبقى خلاص. حكاية المية دي عملت إيه؟ ده لازم حاجة تغسل القلب من جوه، والقلب من جوه ما يتغسلش بالمية، يتغسل بالتوبة، يتغسل بتغيير الفكر. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. الآية دي توري كمان إن ربنا لا يقبل القربان الصادر من قلب خاطئ إلا لو كان قلب تائب. ولذلك الكنيسة في عصورها الأولى لم تكن تقبل أي تقدمة من أشخاص خطاه، مستحيل. ده المزمور بيقول، ربنا بيقول في المزمور زيت الخاطئ لا يدهن رأسي. أي مال جاي من الظلم الكنيسة ما تقبلوش. يعني لو تعرف أن حد ظالم وبيجيله فلوسه من مصادر مش مظبوطة ما تقبلش منه عطية، ما تقبلش منه تقدمة أبدا. هي تقبل أولا قلبه التائب ثم تقبل التقدمة بعد ذلك. لذلك معروف القصة بتاعت القديسة مارسا اللي كانت ماشية في الملاهي والحاجات دي، وبعدين جت تخش الكنيسة رفض
الإبدياكون إن يدخلها، وجي الأسقف شكت له قال لها لا تستحقين دخول الكنيسة لأنك امرأة خاطئة. قالت له طب أنا تبت. قال لها إن كنت تائبة هاتي كل غناك اللي جبتيه من الفساد. فجابت كل غناها إلى حوش الكنيسة فأشعل فيه النار، لأن الكتاب بيقول أجرة زانية لا تدخل إلى بيت الرب. فهي تخشت التي كانوا على الأرض بيعملوا لك كده، ما تروح فين؟ وتابت. مسألة مش تقدم قربان، تقدم قلب نقي. يا ابني اعطيني قلبك، اعطيني قلبك قبل أن تعطيني قربانك، اعطيني قلبك قبل أن تعطيني تقدماتك وتبرعاتك وعطاياك، اعطيني قلبك أولا. عشان كده قال اترك قربانك قدام المذبح. ليه تتركه؟ لأن قربان مع خطية ظلم، قربان مع خطية قسوة، قربان مع إضاعة حقوق الناس. اترك هذا القربان اللي معها الحاجات دي وروح وضب أمورك، وبعد إذن تعالى وقدم قربان. من هنا نميز بين العبادة المقبولة والعبادة غير المقبولة. ما هو الفريسي قدم عبادة وقدم صلاة لله وشكرا، ومع ذلك لم يكن وصوما، ومع ذلك لم يكن هذا مقبولا أمام الله. أما إذا كنت مظلوما فمش مطالب بهذه الوصية. بيقول إن تذكرت أن لأخيك شيء عليك، يعني ماسك عليك حاجة أو أنت ظلم بحاجة، سواء أحس بها أم لم يحس. ما جايز في إنسان طيب ما بيحسش بالإهانات دي أول، لكن مدام أنت ظلمه لازم تروح تصلح أو ترد له حقه. يعني رجل مدير في عمل وما يديش واحد ترقيته ويظلمه في الدرجة أو في الترقية أو ينقله لمكان بعيد ويجي يقدم قرابين ويصلي، ده الكاهن يقول له روح في الأول رد الحق لفلان وبعدين تعالى تناول وبعدين تعالى قدم قربانك. ده القديس يوحنا ذهبي الفم رفض أن يدخل الإمبراطورة إلى الكنيسة لأنها ظلمت أرملة. روحي في الأول ردي حق الأرملة وبعدين تعالي قدمي قربانك. يا ما الكنيسة بتقبل ناس ظالمين لأنهم أصحاب درجات والأكبر، لكن ربنا ما عندوش محاباة ولا يأخذ بالوجود. يقول لك اذهب أولا وبعدين تعالى قدم قربانك لكي تكون ذبيحة مقبولة. فأنت عليك واجب من جهة الله وعليك واجب من جهة الناس. واجبك من جهة الله تقدم له عبادة، واجبك من جهة الناس انك ما تكونش ظلمتهم في شيء. ولما تصلح دية تتصلح دية معاك. اتفضل نصلي.